إليفيا زونا شو أو إليفيا زونا هستر ولدت في مقاطعة جرينبير في ولاية فرجينيا الأمريكية عام 1873. كانت علاقتها ووالدتها متوترة جدا بسبب أنها أقامت علاقة غير شرعية مع شخص وأنجبت منه طفلا، مما تسبب في مشاكل كثيرة بينها وبين والدتها. ولم تتوقف إليفيا عند هذا الحد فقط، بل تعرفت على رجل غريب جاء من مكان بعيد عن البلدة التي يعيشون فيها، واسمه إدوارد ستيربلينج، وأصرت على الزواج منه رغم معارضة والدتها بسبب أنه كان غريب عن أهل البلدة وكان غريب الأطوار أيضا. لكن إليفيا لم تهتم برأي والدتها وتزوجت إدوارد عام 1896. لم يدن الزواج طويلا، فقد انقضت 3 أشهر فقط في زواجهما، ثم فارقت الحياة. ماتت إليفيا إلى الأبد، وذلك في بيت زوجها عام 1897. لم تكن إليفيا تعاني من أي مرض، بل كانت شابة قوية، وكان موضوع وفاتها شيئا غير طبيعيا بالنسبة للجميع. فماذا حدث في يوم وفاتها؟ وجد طفل صغير من البلدة إليفيا ملقاة على درك بيتها التي كانت تعيش فيه مع زوجها، واعتقد أنها فاقدة للوعي. قام ذلك الطفل بالركض بسرعة إلى والدتها وأخبرها بما رأى. فركضت والدتها إلى طبيب البلدة ليأتي معها لإنقاذ ابنتها. وعندما وصل الطبيب إلى البيت، وجد إدوارد قد نقل زوجته إلى سريرها في غرفتها، بل وغير ملابسها وألبس صوبا طويلا يغطي رقبتها بالكامل. كان زوجها إدوارد جالسا بجانبها يحتضن رأسها وهي متوفية ويبكي بكل حرقة. بدأ الطبيب يفحص جسد إليفيا، ولكنه لم يستطع القيام بعمله بشكل جيد بسبب تمسك إدوارد بزوجته، مما عطل الطبيب كثيرا. كلما حاول الطبيب فحص وجه إليفيا أو محاولة إزاحة الثوب عن رقبتها، كان إدوارد يصرخ في وجهه ويدخل في حالة هستيريا من الصراخ والبكاء، وهذا أدى إلى تعطيل الطبيب بشكل كبير جدا. اكتفى الطبيب في النهاية بالفحص الظاهري السريع، وتوصل من خلاله إلى أنه لا توجد أي جروح أو علامات لأدوات حادة استخدمت ضد إليفيا. على الرغم من وجود بعض البقع الداكنة على رقبتها، إلا أنه لم يعطي الموضوع اهتماما كبيرا. وكتب الطبيب في تقريره أن وفاة إليفيا كانت طبيعية ولا يوجد أي دليل على أنها جريمة قتل. عاد الطبيب إلى بيته بعد كتابة التقرير، وبدأت مراسم الجنازة التي كانت مليئة بتصرفات غريبة من إدوارد. فقد ظل إدوارد بجانب جثمان طوال الجنازة، ولم يسمح لأحد بالاقتراب منها، وأصر على دفن زوجته بالثوب الذي لبسها إياه بحجة أنه كان ثوبها المفضل، ولم يتركها حتى دفنت. وعاد الجميع إلى بيوتهم وانتهى الأمر. أما والدة إليفيا فقد أصيبت بصدمة فور تلقيها خبر الوفاة، وقالت بمجرد أن علمت لقد قتلها الشيطان، وكانت تقصد بذلك زوج إليفيا إدوارد. كانت والدة إليفيا ماري تكرهه دائما ولم ترتاح له أبدا. وبعد انتهاء مراسم الجنازة شعرت بالحنين لابنتها، وقررت الذهاب إلى بيت ابنتها التي توفيت فيه. ودخلت البيت وأخذت تتجول في المكان الذي دخلت فيه ابنتها وماتت، حتى دخلت إلى غرفة ابنتها وبدأت تتحسس بيدها كل شيء يخص ابنتها في الغرفة. قررت أن تأخذ معها ملآة للسرير. كانت إليفيا نائمة عليها كنوع من الذكرى. وعندما عادت ماريا إلى بيتها قامت بغسل الملآة، لكنها فوجئت بشكل غريب، تحولت المياه إلى اللون الأحمر ثم عادت بسرعة إلى لونها الطبيعي. أصيبت ماري بصدمة وأصرت على أن هذه إشارة إلى أن ابنتها قد قتلت،
لكن ظلت الشكوك والهواجس تسيطر على ماري وتزداد في الوقت نفسه. مخاوفها من أن تكون ابنتها قد قتلت ولم تكن وفاتها طبيعية، وهي أيضا لم تكن مقتنعة بقصة وفاة ابنتها. وفي يوم من الأيام وبعد مر 5 أسابيع على وفاة إليفيا، كانت ماري نائمة ورأت ابنتها عند أطراف السرير تقول لها إن حياتها مع إدوارد لم تكن سعيدة، وإنه كان يضربها ويصرخ عليها دائما، وكان قاسي القلب ولم يكن يحبها. وحكت لها كل شيء حتى آخر لحظة في حياتها قبل أن تقتل. قالت لها إن إدوارد عاد للبيت وطلب منها أن تحضر له العشاء، وعندما قدمت له العشاء صرخ في وجهها لأنه لم يجد اللحم بكثرة في طبقه، فأمسك رقبتها وقنقها حتى أنه كسر رقبتها وتركها جثة هامدة. استيقظت ماري من النوم مذعورة وغير مصدقة لما رأته في حلمها، ولكن الغريب هو أن الحلم تكرر 4 مرات في 4 أيام، حتى أصبح لدى ماري يقين أن قصتها صحيحة وأن ابنتها فعلا ماتت مقتولة. ظلت ميري تتوسل لعمدة البلدة عدة أيام ليعيد فتح التحقيق في مقتل ابنتها إليفيا، حتى وافق وأمر بفتح تحقيق جديد. قام فريق التحقيق باستخراج الجثة مرة أخرى، وبمجرد أن كشفوا عنها الكفن ظهرت علامات الخنق على رقبة إليفيا، وساعدت عملية تحلل الجثة أكثر في ظهور العلامات. وعند فحصها تبين أن رقبة إليفيا كانت مقصورة وحشية، وعثر الفريق على بصمات أصابع على رقبتها، تبين أنها بصمات تخص زوجها إدوارد، وعلى الفور تم القبض عليه بتهمة قتل زوجته، وقدم للمحاكمة في فرجينيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أما أهل أوليفيا فلم يكن راضين عن الحكم، وكانوا ينتظرون إعدام إدوارد القاتل، ولكن بعد 3 سنوات من الحكم مات إدوارد في زنزانته، وقامت السلطات بدفنه في قبر مجهول حتى لا يتعرض الجثمان لأي اعتداء من الأهالي. وضعت السلطات في ولاية فرجينيا لوحة على قبر إليفيا تروي قصتها وحلم والدتها التي كان مفتاح حل القضية، وأنه في البداية كان يعتقد أن وفاتها طبيعية، ولكن الأمر اختلف إلى أن ظهرت إليفيا بنفسها لوالدتها لتروي غموض مقتلها. قد يكون حلت لغز مقتل إليفيا، ولكن اللغز الأكبر كيف تحقق الحلم؟ هل ظهر شبح إليفيا لكي يقبض والدتها المكلومة عن جريمة قتلها؟ تابعنا دائما لكل جديد، ولا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس.